أهلا بيكم. من 359 مليون سنة بدأ العصر الكربوني، وبدأ معاه مناخ الأرض الدافي بسبب الرطوبة العالية. الغابات والنباتات أنتجت كميات من الأكسجين في الغلاف الجوي كبيرة جدا، لدرجة أن نسبة الأكسجين وصلت ل35%. النهاردة النسبة دي بتوصل ل21% بس. الوفرة دي من الأكسجين سمحت بازدهار المخلوقات على سطح الأرض، وبالأخص المفصليات اللي بيعتمد نظامها بشكل مباشر على وفرة الأكسجين حواليها. الحقيقة إن أحجام الحشرات في الوقت ده كانت مرعبة جدا. الفترة دي الحشرات وصلت لأحجام مش هتوصل له تاني أبدا، وده بالتأكيد مش راجع لنسبة الأكسجين المرتفعة بس، لكن ضيف كمان عدم وجود تهديد من الطيور المفترسة اللي ما كانتش وقتها لسه ظهرت من الأساس. وواحد من المخلوقات دي نوع من العقارب اسمه بالمونوس كوربيوس. ده أكبر نسخة من العقارب اللي عاشت على سطح الأرض. عايزك بقى تتخيل نفس شكل العقرب المعاصر بطول 70 سنتيمتر، لكن رغم التشابه مع العقرب المعاصر مش عارفين بالظبط العقرب ده كان بيمتلك سم قوي او لا، لكن لو اعتمدنا على حجم الابره اللي بيمتلكها فغالبا العقرب ده كان سمه قوي جدا. من المؤكد انه كان مفترس ارضي وافترس المفصليات الاصغر منه. حشره من العصر الكربوني تعتبر من اكبر الحشرات في الفتره دي وبشكل عام، وهنا طبعا بنتكلم عن ميزوتايروس. الحشره دي معروفه من بقايا اجزاء لاحفوره واحده، ومع ذلك عرض الجناحين ليها وصل ل56 سنتيمتر، يعني في احتمال للزيادة في الحجم. وبفمها الأشبه بالمنقار استخدمته تقريبا في صقب الأنسجة النباتية وشرب سوائلها. بيعتقد إنها عاشت في أنظمة مناخ استوائية. ميجانيورا واحدة من أكبر وأشهر الحشرات الطائرة المعروفة في العصر الكربوني، وصل عرض أجنحتها ل65 سنتيمتر. الحشرات دي كانت بتشبه جدا اليعسوب، احتمال اصلا انها على صله قرابه بعيده جدا بيه، ولكن بسبب حجمها الضخم كانت تقريبا بتعيش في الاماكن المفتوحه. في الحقيقه حشراتنا المعاصره مهما كانت اضرارها فهي مش هتسبب مشاكل كبيره للبشر، انما ميجانيورا امتلكت ارجل مسننه وفك سفلي قوي ورؤيه حاده في الاماكن المفتوحه. يعني مش غريب ابدا على الحشرات دي ان غذائهم كان الحشرات والبرمائيات والفقاريات الصغيره. لما الكلام بيبقى عن الحشرات العملاقة فطبيعي جدا الكلام هيبقى على الميجانيورا، ولكن ميجانيوروبسيس هي أكبر حشرة معروفة حتى الآن. طول الحشرة دي وصل ل47 سنتيمتر. أنا بكلمك هنا عن الطول بس، إنما عرض الجناحين وصل ل75 سنتيمتر. ورغم إن ميجانيورا وميجانيوروبسيس حكمت السماء قبل التيروسورات والطيور، إلا إن سجلهم الأحفوري صغير جدا، ومع ذلك ميجانيوروبسيس قدرت تستمر حتى أواخر العصر البرمي. أكيد طبعا كلنا عارفين شكل أم 44. في العصر الكربوني بقى عاش أكبر لافقاري معروف على سطح الأرض اسمه أرس بلورا. طوله كان هيعدي 2 متر بشكل مريح جدا، بل إن احتمال طوله عدى 2.5 متر كمان، أما عرضه نص متر. في بداية اكتشافه كان بيعتقد إنه كائن مفترس، خاصة إنه بيمتلك فك شبه فك ميجانيورا، لكن فيما بعد يتضح إنه كان بيعيش على نظام غذائي مكون من فواكه ونباتات. ومع أواخر العصر الكربوني بدأت مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي تقل بشكل كبير، وبالتالي درجات الحرارة على الأرض نزلت تقريبا من 20 درجة مئوية ل 12 درجة مئوية، وبالتالي ده سبب تراجع كبير في عدد الغابات، مما أدى طبعا لإنقراض ممكن نقول عليه إنقراض بسيط للعمالقة الكبار في العصر الكربوني.